السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا الأخوات، استتمة هذا الفيديو السابق ديال الجولة في محل كنديان تاير. جيت نشارك معكم بعض المشتريات اللي خديت من محل كنديان تاير ومحلات أخرى، بقوا معايا حتى الأخير. بالنسبة لأول حاجة خديت، كيف كتشوفوا معايا، خديت هذا الريدو ديال الحمام، خديته في اللون تركوا والأبيض كي كتشوفه، بثمن $1.5. نفتحو لكم تشوفو هنا في الصورة، كيبان بحال رابلوسيال، مي هو راه تركوا، الزرق ديالو غزال ما شاء الله. محل دولاراما كذلك خديت هاد المواس، 12 في الباكية كي كتشوفو، بثمن $3.5. مزيونين، فيهم 3 دلوينات. وكذلك من محل دولاراما خديت هاد التوصيل ديال التقديم كي كتشوفو، ديال لي كاتو، ممكن نحطو فيه شي حاجة من غير لي كاتو، كيعمل $4. وهذاك الديامتر ديالو تقريبا 32 سنتيم، كي كتشوفو راه كبير، والزاج ديالو ما شاء الله ثقيل، زوين ما شاء الله. محل دولاراما كذلك خديت هادي كي كتشوفوا، بالنسبة للخريجات النزاهات، أو نكونو ماشيين شي حد عند شي حد، نديرو فيها لي صالاد، الكاب كيك، يعني أي حاجة ممكن تستعملوها، كتعمل $3.5 تقريبا. 3.5 دولار، واه كي كتشوفوا راه كبيرة ما شاء الله، الغطا ديالها كيتحل بسهولة كي كتشوفوا. وهذاك الصحن ديال البلاستيك غليظ، كتشوفوا راه كبير. كتحل وتسد بسهولة كي كتشوف. كتشوفو فيها 37 على 25، والعلو ديالها 9 سنتيم، وكتهز 7 يترو ما شاء الله. كذلك هذا من محل هارت، الأخوات اللي في موريال يعرفوه، من محل هارت خديت هاد الفيطات اللي صراحة غزالين، رطبين بزاف 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 كي كتشوفوا. خديت هادو 40 ما شاء الله غزالين، خديتهم في الأزرق كذلك، كتشوفوا 8.19 دولار، يعني $1.20. أنا ما خديتهمش $1.20، خديت جوج بنص الثمن، جوج $1.19، يعني كل وحدة بنص ديال الثمن. خديت 4 4 من 40، وخديت وحدة طويلة كي كتشوفو،
حتى هي نفس النوع ديال الفوطة غزالة، كتشوفو ب94، وانا ما خديتهاش بهذا الثمن، خديتها بالنص ديالها. كنأكد ان المحل اسمه محل هارت. خديت كذلك من نفس المحل، خديت هاد الزريبتات المعروفين ديال الخبز والكوزينة، وراه كبارين ما شاء الله، طوال وعراض. كتشوفوا بالنسبة للثمن، خديت جوج بثمن واحد، دولار ونص يعني بجوج. هاد المحلات بحال دولاراما ضروري الواحد يضرب فيهم دويرة مرة مرة، كيلقاه ميزات. وهاد محل هارس كذلك يعمل تخفيضات، وخديت هادي نستعملو فيها الكيك، نستعملو فيها اي حاجة الا بغينا نسقيوه. خديتها، يمكن هادي استعملتها، خديتها بشي $1.25. كي كتشوفوا معايا، خديت كذلك من محل روسي هاد الغشيان ديال المخدات. كي كتشوفوا الثمن 97، مي انا ما واخداهمش بداك الثمن، واخداهم باقل. محل روسي حتى هو محل يعني الواحد خصو يدير فيه دويرات، عنده ما يدار تبارك الله. كي كتشوفوا هادو مخدات، الجوية اللي كنعملو من الداخل، اللون ديالهم راه في الاخضر، ما باينش مع الاضاءه. خديت كذلك هذا يزار، والجوا ديال المطله، وجوج مخدات قياس كغولي كوين. كي كتشوفوا بالنسبة للثمن كان $20، وانا خديته $15. الاخوات اللي في موريال غيسقسوني، خديته من واحد المحل كاين حدا شابانيل، الا بغيتو العنوان نخليه لكم ان شاء الله. وما نقولكمش، رطب بزاف بزاف، التوب ديالو غزال روعة. اللون في البلو سيال ما بانش مزيان، كي كتشوفوا ليزار وديال والخشب اللي فيه لاستيك كنبطنو به الماطله، والوسادات جوج. كي كتشوف في الوسادة وفي ليزار كاينين هاد البليات اللي كيجي المنظر ديالهم زوين تبارك الله، غزال ما شاء الله. كنت في الفيديو المشتريات، يا ربي، في الجولة في محل كنديان تاير، صورت بحال هادي ديال الطين، وقلت لكم راني عندي واستعملتها اكثر من مره. كي كتشوف استعملتها اكثر من مره، ممكن طيبوا فيها الخبز، طيبوا فيها شحال من حاجه. هذه راه عندي مستعمله، حبيت انني غنصورها لكم. بالنسبه للاخوات اللي كيقلبوا على الطاجين وما لقاوش، ولا مدن زعما بعيده على موريال ما متوفرش فيها الطاجين وباغيين شي حاجه ديال الطين، ياخدوا هادي. هادي راه كتدخل الفران، كي كتشوفوا غزاله تبارك الله، كطيبوا فيها الخبز،
طيبوا فيها أي مرق بغيتو، رائعة صراحة. غير زعما وشريوها، أنا راه ما شاء الله استعملتها. وبالنسبة لآخر حاجة خديت هادي من كنديان تاير. كنت حايرة كي شفتو، حايرة بين اللون الأبيض وبين واحد الماركة أخرى ديال لاغوستينا، كاين في الزرق وفي الأحمر، وما عرفش شنو ناخد صراحة. أنا عندي ديال الزاز شفافين، قلت ناخد هادو ديال الأبيض، يعني يليقوا حتى لتقديم الضيوف، وهذا زعما غزالة تبارك الله وعجبتني. ان شاء الله نحلها لكم وتشوفوا معايا كي كتشوفوا فيها أربعة، فيها جوج فرديين جوج صغيورين ديال شخص واحد، كي كتشوفوا غزالين. مدرجين بحال هكايا، فيهم داك النقش من الجنب، كي كتشوفوا غزال صراحة. المهم خليوا لي رأيكم في التعليقات نشوف. هذه ماركة كانفاس، وكنت صورت لكم كذلك ماركة لاغوستينا، وفيها هذه متوسطة ديال جوج الأشخاص ولا أكثر، واللي عجبني فيهم داك النقش مزيون. كتشوفوا راح اغزلها هنايا، واضح النقش ديالها. كذلك فيها الحجم الكبير، حجم عائلي، ممكن نستعملوها حتى للضيوف الى جاو، علاش لا. وما شاء الله راه ثقيله هاد الكبيره، فجيت نهزها جاتني ثقيله ما شاء الله، يعني زوينه الكاليتي ديالها رائعه كي كتشوف، وكبيره ما شاء الله، ما بينش العبار ديالها مزيان، كبيره. وهذا النقش ديالها، يعني مجموعة غزالة. وهنايا الأخوات كي كتشوفوا معايا فيديو ديالي سهل هنايا. نتمنى إن شاء الله نتلاقاكم في فيديو جديد، في مشتريات جديدة، علاش لا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.